الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. وحاين إن شاء الله هل كان هاد ربي رهدو أين كسي ودي دونا درسيني تحنها ها كتاب كيني أبو شجاع أسبوعي هوري دروفو عافما درتي إنو باغدي ودرسي سقالات وكمدة دروستي متن أبو شجاع درسي كيني وقدم بيي وحنو كسو هذلني صلاة دي صلاة الاستسقاء أما صلاة دي الروب دونت درسي كيني إن شاء الله سقالات وحنو كبلاب دوننا صلاة الخوف. فصل في صلاة الخوف. كان نوح بابي هي صلاة بقها لتكدو خوفك مركا أو بقى يوم أما دروف نبتقلي أي جرتو صلاة لتكدو صلاة وصلاة إلهي سبحانه وتعالى كم إذا صلاة ذها أوتشديي وصلاة سنة نبي جنان صلى الله عليه وسلم إيا صحابة دي سبك سقناتي أو أي تكن شرين وصلاة ظروف إي حالة شرتا أي كانتو أو حالة دا مكالوتو كدوي صلاة حالة دا مكالوتو كدوي وصلاة الخوف صلاة دا بقاها أما قفكو مركا أو بقيا أما جماعاتو أي بقيا أن لتكدو على ثلاثة أضرب سدح نوع أي نقطة سدح نوع أي نقطة صلاة انت آننت المامن صلاة الخوف وحالة تكنكرا مقاب كيدا اقو مناسب سن آياتكو اي شيئين لتكنكرا لبدا عيدا اي اسكسو هرچيدا اي مركا سيفاكو دقالنا هيا صلاة الخوف وصلاة ديو لتكن ايو جمعنا لغو تكن ايو جماعة دي ان لغتغين لكن وقت ان اي نهدد شوقنو هو كعصر قال استعماله يو هو بيعيش أي مدافع ذو أي شران صلاة الخوف جماعة إن لا تكذا ويا ذكته سببته أهمش اللجوء بصدد جماعة دي مسلمين تويني كنت كان يان إن لجود قيا ويسحلنته مركا قف ولي بهلك ورفيس ككجتشرو إنه صلاة كليه أتكذو أي هذا مناسب أما وقت يسافع لجود قال لما يي oo labada qof ilaa ay isa soo gaaraan aanay wax yaani waxba isla soo gaarayne iska hor imanayeen waqtiga jamaaca wala tukun karay qaa kulo tukanayna aayadka quraanka iyo ahadiithan nabiga sallallahu alayhi wasallam labaduba way sheegeen wi ma jiri doonta waqti aakhiru zamanka ah oo hubkan casriga ee la isticmaalaya oo meesha ka baxayo dibna loogu noqonayo seefihi iyo marka qalabkii kale ee la isticmaali jiray waqtigii nabiga sallallahu alayhi wa sallam in hadithka tilmaamaysa arinta waxa kamida hadithka imaam muslim fi sahihihi wa ku soo saaray min hadithi abi hurayra radiyallahu anhu wa huwa yiri la taqumu as-sa'a nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa wuxuu yiri la taqumu as-sa'a hatta yanzila ar-rum bil a'maqi أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهلكم
فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج فبيننا هم يعدون للقتال أو يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رأوه عدو الله ذاب فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. حديث كدير النبي صلى الله عليه وسلم حكوت المامي إن أنا سعد قيام دعي دون إلا دتك رومان كليلة دتك عاد رير يوروب أي مركا كسودغان أو أسودغان بالأعماق أو بدابق وقوبوي دبدأنا عيدن باكو بحي دون مغالة مدينة كبحية عيدن كاسوا عيدن كأوغو خير بدن أما دتك أوغو خير بدن ما ننتهى marka ay isku hor yimaadaan ciidankii roomaanka ahaa iyo ciidankii madiina ka yimay muslimiinta ahaa ayay roomaankii waxay oran doonaan dadkii anaga naga soo bidcoobay ee diinta muslimiinta qaatay noo kala dhexbaxa oo anaga noo daayay dabadeedna waxay oranayaan maya wallahi baan walaalahay idin deeyneen in la dagaalamo way la dagaalamayaan ciidanka saddex meelood marka loo qaybiyo meel kamid uu jabayaa way cararayaan ملك قلداس إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامي إن ولقد أن إلهي توبتك أقبلين قلداس شبتي إما أنت دبر تشيدسي إلهي توبتك ما أقبلين صدح ميلوذا وميلنا والذي لدونا وشهادتك وفضلك بدن أي نبي صلى الله عليه وسلم يلي صدح ميلوذا وميلنا وحي فرن دونا ماشي قسطنطينية ليلة هذو ماشي قسطنطينية ليلة هذو وعالك إسطنبول حد ليلة هذو iyagoo qaniimadii iyo wixii kala qaybsanaya seefahoodina ay markaa meela sudheen seefo ayaa xadiidkaasi tilmaamay inay ku dagaalamayaan aakhiru zamaanna ay tahay geed zaytuun iyagoo seefahoodii sudhay ayaa shaydaan qaylin doonaa oo oran doonaa masiixu dajaal baa ehelkiina idin daba maray dabadeedna ciidankaasi uu ku soo bixi doonaa si uu masiixu dajaal uga difaaco markaa ehelkoodii ay uga difaacaan markay arkaan in أي بنتها هي أي أو إشامي مادن أي يجو دجال أديار جروب يا صلاة لجار يا تبدين النبي عيسى مركز صفك هجاتي النبي عيسى أي إيمان يا عليه السلام تبدين السجع يا إمام النقون يا مركز مسيح الدجال السجع أركو أي مركز مل ميا عدو الله مركز أركان السجع أي مل ميا ها مركز إلهي سبحانه وتعالى أمر كدما مسيح الدجال قعنت النبي عيسى أيو كدليا عليه السلام حديث كاسي حوت السنية آخر زمان كإن هب كان أينو استعمال أينو وماشك بحدونه لون نقن دونه سافه إيو ورمضي إيو قاشان ذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا استعمال جري إذا ما دون أيكو دقال لما يعني مركا صلاة الخوف أينو هذا كهذا لينو جماعة ديدو وحائي شقين إيسا مركا hubka noocaas lagu dagaalamayo laakiin inta hubkan casriga lagu dagaalamayo way adag tahay salaatul khawf in jamaa'a lagu tukado way wa salaatul khawfi ala thalathati adrub salaada baqdinta lagu tukada saddex nooc ayay u qaybsanta ama saddex qaab baa loo tukada sheekh abu shujaac isagu saddex buu ka dhigay imaam an-nawawi oo kamid ah culimada sharaxda manhajkan ay muhaqiqiinta ah een isagu ila 16 qaab boo sheega marka saddexdaas insha Allah ku koobsanayna ahaduha mid kood an yakuna al-adu wa in adawga muslimiintu ay la dirirayaan uu yahay fi ghayri jihati al-qibla haga qibladu ay ka xigto dhinacaan ahayn fayufarriquhum al-imam imamku marka dadkii uu kala qaybinaya ciidankii uu kala qaybinaya wuxuu kala qaybinaya فرقتين لبا كوحود فرقة تقف في وجه العدو كوح وحل أرانا يا إدنكو عدو إس هرتاغ وعدو إينا غيل عليا وفرقة تقف خلفه كوحنا إمام كي أو حق قبل ذا أسي جيدا أي دبا إستاغ يانا كدبا تكنيا فيصلي دبا دنوحو إمام كاسي تكنيا
بالفرقة التي خلفه كوحدة كدبة تكنيسة أي مركة تكنية ثم ركعة هل ركعة بتكنية مركة ثم تتم لنفسها دابا دا ركعة دي لبعض إيقا عندما يستريا وهذه صلاة تتهي لبا ركعة دوت هذه صلاة تتهي سدح ركعة دوت سيدا مغرب كوك هلين لبا ركعة دوت بقولة دا تكنية دابا دا أتحياتك أي كهرية سبيو تشوغية iyagu ragcadii saddexaad bay u kacayaan salaadoodii bay dhameysanayaan way baxayaan qoladii kale soo bedelayaan qoladii kale waxay kula soo qabsanaysa atxiyaadka ha haday salaadu afar ragcado tahay laba ragcadood buu qoladan tujinaya dabadeedna atxiyaadku joogaya uu sugaya qoladani ragcadii saddexaad iyo afraad bay u kacayaan way dhameystiraynayaan way baxayaan qoladii kale soo bedelayaan qoladii kale ku soo gaadheysa salaadii markaa qaybtii dambe فيصلي بالفرقة التي خلفه كوحدة إساقة كدن بيسي أهوري أيو حوتكين يا ركعة الركعة ثم تتم لنفسها هذا بدأ نوى صلاة انت كالعدة ميسانيان وتمضي إلى وجه العدو عدو أي مركة إسور تاغيان وقلدك ليسو بدليان وتأتي الطائفة الأخرى كوحدة كالعية منيسة فيصلي بها ركعة كوحدة كالعدة ركعة بوتكين يا وتتم لنفسها هذا بدأ وينما استرانيسا هل انتي هار سنايد لبدي رقع دودي هار سنا ام رقع دي هار سنايد بوتوكي امامكو التحيات كي مركو افري استي و التحيات كي اخري بو سي چوغيا اساقو دابا دا نوي كعيان وحي كرنا وينما استرانيان التحيات كي بيكسو غاريان امامكا مركاس ويسلم بها مركاس والله سلام دا اسانيا والا فهمان مالين يا قابكا ها وايه marka waa qaabka ayaa loo tukanayaa weey qaabka ayaa loo tukanayaa in salaadii nabi sallallahu alayhi wasallam ghazwadi dhaat ar-riqaa loo oran jiray uu tukiyay saxaabada ayaa ahayd marka qaabka wathani qaabka labaad waxa weeye an yakuna al-adu in adawgu uu yahay fi wajhi al-qibla ama fi wajhi fi jihati al-qibla qiblada xagga ay ka xigto badawgu ka xiga فيصفهم مركان وحوسف يا إمامكو الإمام صفين لا بصف بكرجة يا عيدن كيوردن محيكوسي شيدان على وجهه حقا كسر دجال ما يا أيه بكوسي شيدان قبل هذا حقه ذي بحكتها لا بصف بمركان عيدن كي لو تاجيا ويحرم بهم وأن الله حرم يا سلادي الله أكبر بالله رنيا فإذا سجد إمامكو دو سجوده سجد معه وحل سجوده يا أحد الصفين مت كم إذا لا بدي صف safkii hore la sujuuday ki dambe way taagan yihiin oo xeeegayaan bal cid kaga soo dhaqaaqada cadawgi wax lagu soo tuuro waa inay de ilaaliyaan wa waqaf as-saff al-akhar safkii labaadna uu istaagaya yahrusuhum isagoo ilaalinaya ama waardiyeynaya qoladii hore fa idaa rafa'a amarku sujuudi ka soo kaco sajadu iyaguna way sujuudayaan qoladii aan sujuudinay taagnay ayaa sujuudaya wala xiquhu wa ani soo gaadaya ha magalabadii saf أي إثبات بدلية أو متبمر أي تجنان يا عدوك كإلى لنا ياوين والثالث نوع سدحات أما قابك سدحات لو تكن يا وحوي أن يكون في شدة الخوف إن بقدنت آيات وبدنتهاي والتحام الحرب إذا مدي إيو دقال كينا لا إسلح قلي فيصلي قفكو حتكن يا كيف أمكنه سيدي أسورة قشا راجلا إساقو تاغا أو راكبا أما إساقو مركا دابد إيقاديد سارا مستقبل القبلة إساقو قبلة ذا أجيدا وغير مستقبل لها إساقو نجيدين هذا الخير كو قبسته أمبا تكرين مره دي عدو كهور تاغا يحي لدقا اللما يو سيدا أحران كثيرت بأد أحران إيسا سيدا أتكن كثيرت بأد أتكن إيسا أدو سيفت لدعا الله أكبر أران إيسا ها حد غاب كذا وودد أياد مركا أتكن إيسا وي فصل كان باب حوية في اللباس مريه يدركي لحران إيه أي باب يهي ويحرم على الرجال رقا وحاحاران كأه لبس الحرير إني حدان مريها حرير تكسا ميسا حريرته ومادو بالكن درنديرته أي سمايسو نوع وليبا غزي اللي لهذو أي سماية حرير نوع ذا وحوي ومتجيد
أي حريرت لغا سمية حبا عجيب كابي كم يتهاي إلهي سبحانه وتعالى وكتو السنيو وحا قيمها بضاني وحيوان متقي حريرتها وحاساء وقالقة ها مركا إي حريرتاس رقا إني حدان وكل بستان وكحاران وي واتخدتم بالذهب حريرتا حالة عافمات هدا اتماده مرمر بالله بعضها حالة عافمات هدا اتماده ويبنانا نسا وإن نبقى صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحين كويسو سارين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نبقى صلى الله عليه وسلم وحوقه عبد الرحمن بن عوف وصحابة دي طبنك أها كان هذا اللوغ بشاري كم يدها إن يزوير با وحوقه قلاضي إن إشار حريرة حدان سببتنا وحوهي عنعن يمركا ألرتي أي لهاي اندرتي مريها كلا أردن بيأد إسوغو حقيين عنعن بي لهاي حريرتو ومرمعان وشيرك مركا يسارن تهي شيرك آنو دريمين وكل راحي سمايوي وحكالو إيانا لو أقل هذا حدي دروف كلا أو حق عميلة ذاهي أي اتمادو حدي دحنتو أي آد أبادان تهي أو زيادة تهي وحكالو أتسكت دفاعدنا آن الهيسن حريرتو واتحلان كرتا حريرتو إنكستو أي شريع سن تهي هادنا مركا آد وقتي قبوبة حدتين كلايل بيكو سينيسا وقتي كلايل زيادة أهداد حدتين قبوبة بيكو سينيسا وحيوش غيسا مركز تأوبسيت أوبسيتك أما سيد عكسك كأي كسهر كيدا عمل ذا أيوش غيسا وأيه ويحرم وحا حارانك على الرجال رقي وحا حارانك لبس الحريري حرشدي حرير تأياك حاران واتخدتم إيئين خاتم لغدكتو إن فراتي لغدكتو بالذهب الذهبك إسنواك حاران ذهبك رقو إنو كل بيستو حرام بكتها أو إسكو غرحيو لكن حريرت إيه ذهب كلابذا بقى دمر كوا أو حلال حريرت إيه ذهب كبا دمر كوا أو حلال رجو جورما إيه ذهب كلو أقوليه هدي باهي بدن أي شرتو وقفك وكماري موايو ولو أقوليه إليك إن لوجش هاستو لما ديدين ولو أقوليه een xubin go'day oo baahideedu ay badan tahay wax kale oo lagu daweeyeen la garan waayay dahab waa laga dhigi kara waayo xadiiska xasanka ama saxiixa ah ee Cabdiraxmaan ibn Turfa ibn Arfaja saxaabiga la yiraahdo ayaa waxa go'ay ee oo dagaalka lagu jaray seef lagu jaray sankiisi sankaas ee fikay dhacday sankan oo dhanba go'ay دابدنا قلن اما سيلفر با لوغا دغيسن او لو سمي دابنا و اورايسنكي و اوراي و قورماي نبي صلى الله عليه وسلم و هو اوغلااداي ان ذهب لوغا دغو سنك سن ذهب ولها ماركا ذهبكو اسم بدلو اسو سن ذهب ايو لها ماركا ان علماد waxay ka soo qaateen qofka duruf caafimaad oo u geysay oo ku khasabtay oo wax kale loo waayay ay jirto marka للضرورة أي لوغو أغلانيا وي ويحل للنساء دمر كان لبداسي وبنايهن وقليل الذهب ذهب كير إيا وكثيره كبذاني في التحريم حق حارانت لماذا سواء اسكمت أي كيهن سيدا أوجد لما أغلا أروسيا ذا إيو إن فراتي قلسكو نوغد فراتي ذهب حق وحلو قلنا إيو فراتي قلنا ولو أغليه وحاد فرت قلنا يسيد وما عاد استعمال يسيد قال ما لقوا قليه لكن ذهب لقوا ما قلوه وإذا كان بعض الثوب حد ما رضى عاد حرنت هاي بركيت أو يهاي إبريسيم كوه على يده هذا نوع حريرته كمدة وبعضه ما رضى بركيتنا أو يهاي قطنا صوف أو يهاي أو كتانا وما دكله او كميد اما دوين كا لغا سميه مريها او يهي صوف اما عدبي ها جاز لبسه ويبنانت هاي مركا حرشديسا ما لم يكن الابريسم غاليا حدانو انتا حررت اهي قالي اهين او آد مركا او قالي اهين
وحراجح حوق بدن إن سيدا لأران اللي يداهدو أفر فروت ماشا أي تابتان هدو كبذن يهي إنت حريرت أهي لما أقوله وحرام وي أفر فروت إنت تابتان ولا أقولي أفر فروت إنت تابتان ولا أقولي سيدا سيد مدين حوق بدن تهي وايه إن حريرت المهير isagu aan gaarin xad takleef isna in loo xiro wiil iyo gabar wuxu doonaa haade wax dhibaato ma laha wax dhibaato ma laha hadaan todoba jir u ka yariyay waa loo xiri karaa weeyo waa loo galiyay way faslun kanina baab wuxu yahay fiima yataallaqu wa ku saabsan bil mayti qofkii dhintay ee meedka aha min ghaslihi mayritankiisi wa takfiinihi كفن جلنتيسي والصلاة عليه كتك شديسي ودفنه إيا آسكيسي ويلزم وحا لازم في الميت قفك دنتا أربعة أشياء أفر الرموت إن لا سمايو وحقوق إيا واجبات أوليه قفك دنتاي غسله إن لما يرى قفك سوى واجب وتكفينه إن كفن لجلينا وواجب وهدي له ليه والصلاة عليه إن ذاتك مسلمين تي أي كنت كذا نوا واجب ودفنه إن لا آسانا أو مركاميت كيسي دولك لقليانا وواجب واثنان لا بقف لا يغسلان إيقال ما ميرو أو ميرد أسكو مجيران ولا يصلى عليهما إن لقوت كذا نوا مباهنا أو مركا إيقونا إيه صلاة داس مركا لازم معها الشهيد وقفكي شهيد كأها اي كردن تي في معركة المشركين دا قال لغو قاضي وحوي كردن تي وي ها وحوي دا قال قفكي كردن تي وحوي ساقا لما ما يريو لما نكفن ايو نبو سلاسة حديث بوح وكتل مامي ما نتا قيامة ايو ايمان دونا ايادو ديقو ديقو ايجيحي لكن أرتيسو أي مسكي إيا أدقون تاهي أيو إمان دوناوي واي والسقط المهي يرا إساقو مركا كسو دعي هو يدا دعيس كأها المهي دعيس كأها الذي لم يستهل صارخا كاسو آن دالان إساقو قيلنا يعني إساقو نول آن دالان وي المها ير وحوويه إسنا ما يريدنا أما باهنا وحوي كفنا أما باهنا وحوي وحلي الجمعة كنا يوم تغسيلنا أما باهنا صلاتنا أما باهنا كفن وباهين هاي وحنو باهنا إن ما يريد وما نباهنا إن لجوت كذا صلاة ما يدخل لجوت كذا وشفاعة يرجو قفك وإلهي ويرجني إلهي وقفكن أدم بداف للي هاي مركين أدعينينا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه من نراهنا المهن امن كوبر شيء وحده بما مالها وما باهنا مركا اسغ ان لو غتو كادو ان لو غتو كادو وما باهنا تي امن كوبر شيء اسكغ نما با ييلاني واخ لا ما يدانا ما جيران مركا لبدا با وما باهنا وي وحا كلو ينا ان براروجين لها ميرد ميتك وا ميتك قانغاردك كوين ميت كقانجار ككير المه راية تبن شركها لبي تبن شركها المه لميت كها السجى مريدي سو واجب معها سدى أي قف كوين واجب التهي مريدي سو واجب معها وسنة وي وأنا لقيت كرا وأنا لا سمين كرا هذه لا سمينا سنة أجر كيد أي اللي هلا يا وي ويغسلوا حلا ما يريا الميت قف كيد انتي وحلا ما يريا وترن ترأس دير بلا ما يريا سدح شير شن شير يعني ترى إسدير أيام يتكلم ما يرياوي ويكون وحنا نقول يا في أول غسله ما يردي سكوبات وحلقه ما يريا سدرون حوية على أنتي جبك أيام لقوم يريا أما قسل كوحي أيام نورنشرني أيام لقوم يرياوي وفي آخر شيء وفي آخره رمات كنا وحال مرندونا شيء من كافور ها
جيت كافور كلي ده أدقون وحكمد أياميت كمرك أودن بيسنا لما رينا ياوي هدي قبضو أي تيمة تدعانايد مركي أي دمانيسي تيمها إلا فرفرو أو مركا ما يردي بيها لدحق ليو أي لوبا هاي أي لوبا هاي هاي هدي لو دابو سيدة سنها أهي وحوية إلا وحب الله قد دابو مركا أي ميت تيمها مركا لو يرهقاتيو أي سنة أوي هدي أن لو دابنا واحد باتام لها لكن ما يرد وين تيمه ما يرد أي وذكار دايسي في عن الله ما يرداوي ويكفن وحلقوك فميا في ثلاثه ابو في ثلاثه اثواب سدح ما راى لقوك في لقوك فميا بيض مريها سو عاد عاد ها هدا بقفك ان كفنت وباهنين ميتك ان كفنت وباهنين وقفك حرمك اسغ او كجيره او طو ان عبادي سنيه محرمك اها وحويه isagoo uma baahan isaga qiyaamaha waxa lagu soo saari doonaa isagoo labadiisii maro xiran oo labayk allahumma labayk leh ayaa lagu soo saari doonaa isaga waxa ka reeban marka la meedhayna cadar oo dhan lama marinayo meedka marka maryaha lagu xirana madixiisa waxba lama saarayo waana madixiisu qaawan yahay weeye oo ihraamki ayuu ku jiraa weeye ihraamki أيوك جرا وايه ويكفن وحلقوك فميا في ثلاثة أبواب في ثلاثة أثواب سدح مرء بيض مريها سو عدعد ليس فيها قميص مريها سو شارآن كجر ولا عمامة عمامة إيه وحمد حلقو دوبتان آن كجر والمرأة كوسو رقية سدح مرء أباها والمرأة هوين يدون وحي أباها انتها يلقوك فميا في خمسة أثواب شن مرو أو بيض عد عد أيالو كفميا ويكبر عليه وحلقو تكبير سنيا أو صلاة اللقو تكنيا الله أكبر لأرنيا أربع تكبيرات أفر تيربا الله أكبر لأرنيا صلاة قابك لو تكنيا وهذا هلقن كقالي مركي صلاة ميتك اللقو تكنيا رقا وحوية مدي حيسا أيال إستاقيا قوادنا دحبا ايا لا استاغيه دبدنا وحا لا سمينيا الله اكبر تكوبات ايا لو خيرانيا يقرا الفاتحه سوره الفاتحه اما الحمد ايا ركعه هوره اما تكبيرته هوره كدب لا اخرينيا بعد الاولى ويصلي وحو كسليا على النبي صلى الله عليه وسلم نبيغا صلاه ليله الصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم تسأل رميستريا وحوية بعد الثانية الله أكبر طلبات كذب الله أكبر محين وآخريني فاتح هذين وآخريني الله أكبر طلباتنا نبي صلى الله عليه وسلم أيها اللقو السلي ويدعو للميت غفكي دنتي أيو الدعيني بعد الثالثة الله أكبر تصدحات كذبنا غفكي دنتي أيها اللقو دعيني اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عن دعاء لأبوذيو شيخ والكن أمرك دعاء تسالة إنه وسوقاتك تنقى الآخرين كرا وحلرنا يا اللهم إله يو إن هذا كني عبدك وأدونك وابن عبدك وابن عبديك لبدا دي أدون بانا إسكرداري أبيه يهو يديوي وأدونيه هذا قبرتا يمحلرنا يا اللهم إله يو إن هذه أمتك تنوى أدون تاذي بنت عبديك ها وحا إسكد ليلة وذاذي أدون خرج وحوك صوبحي من روح الدنيا وسعتها وسعتها أدونك بلادنا إمركا واسعها أيوك صوبحي ومحبوبه أدونك أوتشعلا أمدتك أوتشعلا إسوا دونجو جعلا وأحباؤه دتك إسوا جعلانا وكصباح دونجنا وجعلا أو كصباح إسوا دتبا جعلا دتكنا وكصورح تجيوي فيها دونكو كصور تجي إلى ظلمة القبر مقدقي حباش أيويمي وما هو لاقيه يوحى لكل مدونه
كان يشهد وحوها متقريا أن لا إله إلا الله إنان إله حق لقعاب ذا تشرين إلهي مويه وحدك كليقا لا شري إلا أنت لا إله إلا الله إلا أنت وحدك كان يشهد وحقري أن لا إله إلا أنت إن إله حق لقعاب ذا آن تشرين أذيق مويه وحدك كليقا لا شريك لك عبادة إيه مركا توحيدك كل وذاكتانا مجرته وأن محمدا وحكى له قريه النبي محمد عبدك ورسولك أدونك أجي رسولك أجي بيهي وأنت أعلم به منا إلهي وأذيك أيانو أقال بذن وأنا ودي قلبك سلم سعنا اللهم إلهي إنه نزل بك وأوكو سودك وأنت خير منزول به أذيكونا عدل مرتيه أولوكو سودك كي أقوانا كسنا باتهي وأصبح فقيرا وحو سبول النغضي إلى رحمتك نحريست هذا وأنت غني عن عذابه أذيقنا إلهي واتكدق تونتهي ومباهند إناد إستقع عذابتي وقد جئناك إلهي ونكونمي راغبين إليك أنك أذيق كرتشينين شفعاء له إستقعنا إرقئي مركا عد مركا إسقى الدفاع عيسى يعني إسقى إلهي أبر يسا وإرجين يسا إلهي وحوي أذق أيان خبر يناوي اللهم إلهي إن كان محسنا هدويه قف سما فلا هدوءها قف سما فلا أو سما فل وناكسا فزد في إحسانه سما فل كيسا وكرني وإن كان مسيئا هدوءها قف وحميي أو حمام بذن سميينا فتجاوز عنه إلهي وعافي ها ولقه إلهي ولكلمي برحمتك نحريست هذا رضاك إلهي نحريست هذا كلكلمي رالي آنشهاك وقه إلهي كإلالي فتنة القبر فتنة قبرك إيا وعذابه عذاب كيسا قبرك والله اسكو فتنة إيا سؤالا اسكو ويدي هدو قفكو قرتنا مركا نمعي برواق وقلا هدو قرن وآينا نار يا عذاب أيا أبي الله بتوهي وافسح له إلهي أبا اللاري في قبره قبر جيس قبره النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وحكوت المامي ضدك قال هذا مركي سؤالها قرن وآيان إن قبره قال اسكو عريريو إلا أي لفها فيره إصدافان وقيل ذي سأي حيواناتك مقلان قفك مؤمن كان قبره الله واسعية oo guriba la dhanba looga dhiga way waxa jira hadaba qabriga marka ugu horeeyse ee qofku galo hal mar baa qof walba la qabtaa cid kasto uu yahay bini aadam kasto uu yahay hatta nabiyada marka qabriga la galo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wuxuu leeyahay qabrigu damma ama qabashayr buu leeyahay oo uu qabto qofka هدي وحد كبدل وحول إن كان أحد ينجو من ضمة القبر لنجا منها سعد ها صحابي سعد